محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. فعلا هذا اللقاء يعتبر لقاء هاما، أكيد بأن الاشتغال على استمرار تهيئ اللقاء المقبل الذي سيتم من خلال لقاء قادة الدول والحكومات فيه اعتماد هذه المعاهدة، يعتبر مرحلة أساسية ومرحلة كذلك محورية وجديدة في تدبير هذا الملف. هناك يعني نجاح كبير لهذا اللقاء ومواضيع يعني كثيرة متعلقة بالهجرة وظروف الهجرة وبالمهاجرين وحقوقهم، وكذلك يعني المقاربات المعروضة وبالتعاون وضرورة التعاون يعني الدولي والإقليمي والمحلي ومختلف السياسات التي يمكن يعني نهجها في هذا المجال. أكيد بأن يعني نحن بحاجة إلى مثل هذه اللقاءات، لأن الظاهرة هي ظاهرة معقدة، هي ظاهرة مركبة، وهي ظاهرة كذلك تستوجب التعامل معها بأسلوب ومنهج مغاير لما تم إلى غاية الآن. هناك للأسف بالنسبة لبعض الدول تعامل مع هذا الملف إما بشكل سياسوي أو انتخابوي، واستجابة لبعض يعني التيارات السياسية الداخلية المتطرفة، وهناك كذلك منها من تتعامل معه من جانب وزاوية يعني أمنية بحتة. المغرب يعني له منظور آخر ومقاربة أخرى، هي أن يكون التعامل مع يعني هذه القضايا من زاوية إنسانية، وأن يكون تدبيرها بشكل يعني مسؤولية مشتركة، وكذلك ما يضمن حقوق هؤلاء الأشخاص وكرامتهم، وما يقوم على أساس التعاون الدولي والإقليمي. أكيد بأن اعتماد هذه المعاهدة في يعني الأيام القليلة المقبلة يوم 10 و11 سيكون خطوة جديدة، رغم أن طبعها يعني غير إلزامي، ورغم أنه يعني هناك من الدول التي لم تنخرط في هذه الدينامية منذ لقاء نيويورك لشهر يوليوز الماضي، ورغم بعض المواقف يعني السلبية التي كانت لبعض الدول، ورغم كذلك بعض التذبذب والتغيير في المواقف الذي ظهر لدى بعض الحكومات والدول إثر يعني الضغوطات التي كانت عليها داخل يعني مجتمعاتها، يبدو بأنه يعني الرأي السائد والقرار العام الآن يتوجه نحو يعني اعتماد هذه المعاهدة التي تعتبر يعني مرحلة تاريخية ومرحلة أساسية تؤسس لمرحلة مقبلة. فنحن فعلا أمام مرحلة يمكن اعتبارها بأنها من جانب أول أنها تؤسس للدخول في مرحلة فيها وعي جديد بهذا الملف وضرورة حله، ومرحلة كذلك تخلق يعني وعيا مشتركا وعملا مشتركا لتجاوز هذه التحديات. العفو.